ما بين لي زيوليكا. نقيب اهلا وسهلا مرحبا. مرحبا زينة، مرحبا بكل المستمعات والمستمعين. بلغكم كان واضح تخطيط الحملة الانتخابية، نقابة الصحفيين ترفض قطعيا قرار هيئة الانتخابات وتأكد وأن الولاية العامة من المفروض تكون للايكا. وقبيل احنا في الحوار وفي التفاصيل مهدي المنيع يقول لك ليه علاش لايكا، هذا حاجة اسمها هيئة انتخابات، دونك الانتخابات برمتها والولاية التامة حتى على وسائل الإعلام تكون من المفروض لليزي. نقيب، لا هو ماهوش جدل نتاع عندي ولا عندك، هو جدل نتاع قانون الولايه التام على وسائل الاعلام وما اعطاه المرسوم 116 وتنظيم وسائل الاعلام هو من صلاحيات الليجي. الولايه الكامله على الانتخابات، الولايه العامه عند خص عند الهيكل، الولايه العامه على الانتخابات هي عند الليجي، هذه ما فيهاش نقاش، حد ما جدل الشيء هذا. ولكن اذا حاجه متعلقه بوسائل الاعلام وتغطيه التغطيه الاعلاميه لازم يكون معناتها قرار مشترك، وهذه اللي صارت في الانتخابات اللي فاتت الكل، البلديه 2018، التشريعيه 2019، التشريعيه 2000 ورئاسيه 2014، الاستفتاء الاخير ايضا تم تنظيمه بالضبط، تم تنظيمه بقرار مشترك على خاطر مثلا ليجي ما عندهاش صلاحيه ولا سلطه انها تسلط عقوبات مثلا على وسائل الاعلام بالقانون، هذيك موجود كان عند الهيكا، رصد التغطيه الانتخابيه هو عند الهيكا، حتى التقنيا واللوجستيا راهو الهيكا عندها الامكانيات للقيام بالرصد، وخاصه انه هو بالقانون، هذا الشيء هذا بالقانون، مش معناتها كل واحد شنو يحب يعمل، هذا بالقانون محدد الواضحه بالنسبه لنا الحكايه. ثانيا راهو الانتخابات اللي فاتت مثلا 2019 تشوفها، راهو حتى المناظره واختيار التوقيت وحتى اختيار المقدمين تم اختيارهم في تنسيق مشترك بين ليزي والهيكا، علاش؟ على خاطر كان ثم وعي واضح بالقانون، وكان ثم ايضا اراده واضحه من زوج فئات انه يتم احترام القانون ويتم تطبيق القانون كاملا في علاقه بالعمليه الانتخابيه، وكل هيئه تحترم صلاحيات الهيئه الاخرى. اللي صاير اليوم راهو سامحني زين، راهو عبث، هذا اللي صاير عبث، بمعنى انه ناس قاعده هيئات في الدوله، راهي ليزي والهيكا راهي هيئات عموميه في الدوله، قاعده تفك بصلاحيات بعضها بالطريقه هذه، راهو عبث كبير، لازم الناس ترجع للعقل، راهو القرار المشترك راهو ماهوش مزيه ولا ماهوش يعني اوبسيون نعملوا فيها، راهو ضروري لتنظيم عمل وسائل الاعلام في الانتخابات، ضروري لضمان حق المترشحات والمترشحين في الولوج الى وسائل الاعلام، ضروري لمنع التجاوزات اللي تنجم تصير في التغطيه الانتخابيه الجايه، هذا كل راهو مهمه الناس الكل هذه. فوالا، هذا هو القرار التشاركي اللي نحكيو فيه، باش كان تحب تحمي مسارك الانتخابي، كان تحب الحمله الانتخابيه تكون على اكمل وجه، ما تحرم حتى واحد، مبدا التناصف، غيرها الناس كل تحضر، كل معناتها من المفروض يكون عندك وحده رصد، وحده الرصد هذه موجوده كان عند لايكا، هذا هو اللي نحكيو فيه مقبله مهدي المناعي، وجاوبك نقيب الصحفيين. ولكن نحب ملاحظه، سامحني زينه، كان بعد اذنك تفضل. بيان سور، انا البارح سمعت السيد رئيس هيئه الانتخابات يتحدث بطريقه انا الحقيقه ما فهمتهاش وطلبت ان تتوضح. ما معنى ان يقول تم نقل صلاحيات الهيكل اللي اخي نقلها شنو هي؟ هزيناها وحطيناها في ما ثم قانون ينظم الصلاحيات هذه، ما معنى تم نقل؟ ما ثماش نقل صلاحيات، كل قانون ينظم عمل كل هيئه ومجلس تدخلها، هذا واضح ما فيهوش حتى نقاش. اولا، ثانيا قال كلمه زاده هي ما تقالش على مؤسسه الدوله، قال نحن امام استحاله اصدار القرار المشترك، ما معنى استحاله اصدار القرار المشترك؟ وعلى اساس احنا في بلوكات كيفاش باش نكيفوا قانون استحاله اصدار قرار مشترك؟ ما ثم هو زوج هيئات محترمه تحترم نفسها تشتغل في الدوله، هذا قانون ينظمها وانت تقول لي استحاله، واجبك انك تخرج قرار مشترك، راهو ماناش قاعدين احنا في ديارنا نلعبوا، ثم هيئات تعنى بالشان العام، الشان الانتخابي هو اكثر الامور حساسيه في الشان العام، يجب ان نتعامل معها بالعقل، ويجب ان نتعامل معها بالقانون، ويجب ان نتعامل معها بمنطق المصلحه الوطنيه ومصلحه العمليه الانتخابيه في حد ذاتها، اللي هو للاسف اليوم مانيش قاعد نشوف في حتى حرص من ليزي على معني ضمان حسن سير العمليه الانتخابيه. ولايكا تقرر مقاضاة ليزي في حد ذاته حسب ما اعلن عليه رئيسها سي نوري اللجمي، اللي تحدث ايضا البارح واكيد تبعت تصريح نقيب في علاقه بتصريحاته بخصوص التلفزه الوطنيه، واللي يقول راو المديره العامه للتلفزه الوطنيه راي قالوا لهم عروفاتها كيف ما يقول ما تتواصلش معنا، شو معنى؟ هو هذا احنا ديجا قلناه من قبل ومش من حقها، خاطر التلفزه الوطنيه راهي تلفزه مموله من دافعي الضرائب، وايضا تعمل بقانون واضح يفهمها وتعمل باخلاقيات واضحه ومعايير مهنيه واضحه، ما يجيش حتى طرف مهما كان انه يستاثر بالتلفزه الوطنيه ويخليها تتصرف على كيفها. التلفزه الوطنيه راهي تخدم
في إطار تنظيم المشهد السمعي البصري تحت الهيكل كما كل المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية كل. ويبدو أن التلفزيون التونسية لم تستفغ كيف تمت يعني معاقبتها من قبل الهيكل لما بثت يعني خطاب إشهار سياسي يوم الاستفتاء اللي قالوا وقتها رئيس الجمهورية في الصمت الانتخابي. أنا أراه خلفية واضحة. ينجم يكون هذا هو المبرر اليوم بدأوا في التعبير الشفاهي مثلا أو التعبير الحر من غير ما نرجع للليزي للهيكا أو وينجم يكون هو راه المبرر يا زينة في اللقاءات يصير الكل في علاقة بالهيكا بمعنى أنه تعاقب اليوم الهيكا لأنها تمسكت باستقلاليتها وتمسكت بتطبيق القانون. والحقيقة الوضع اللي احنا نحكيه فيه بالتزامن مع استحقاق انتخابي أيامات تفصلنا مانيش فاهمين اليوم. احنا اليوم نقاب صحفيين في علاقة بمنظوركم احنا الصحفيين كيفاش نعملوا التغطية الصحفية في البلوكاج بين زوج هيئات بالضبط. احنا البارح البارح بيانا كان احنا واضح انه لانه شان تخطيط الانتخابات هو شان مهني ولكن القرار المشترك ينظم عمل وسائل الاعلام. احنا بالنسبه لنا راينا الصحفيين انهم في كل الحالات انه راهو المهنيه والموضوعيه وخاصه العداله بين جميع المترشحين وحقهم في النفاذ الى وسائل الاعلام هذا مبدا مهم بالنسبه لنا لازمنا نقوموا به. ثاني حاجه ايضا ممثلي اصحاب المؤسسات نحب نوجه لهم رساله بعد ذلك زينه راهو هذا راهو راكم معنيين مباشره بهذا الموضوع لازمكم تدافعوا على حقكم اولا في العمل في اطار القانون، ثانيا دافعوا على حق المترشحين والمترشحات كلهم انهم يكونوا موجودين في وسائل الاعلام بطريقه قانونيه، وثالثا راهو حق المواطنين في المعلومه، راهو انتم ماكمش معناتها شركات هكا ربحيه فقط، راكم شركات عندكم خدمه عامه، تقدموا في منتوج اعلامي، وخاصه تتوجهوا للمواطنين اللي هم من حقهم ايضا انهم يتابعوا العمليه الانتخابيه في ظل ظروف يعني باهيه تضمن الشفافيه وتضمن العداله وتضمن الانصاف بين الجميع. واضح، شكرا جزيلا نقيب الصحفيين على التوضيح وتدخلك معنا نرجع لك مهدي المناعي تعليقك اليوم هل اقتنعت؟